سهرية مشاهدينا الكرام متواصلة معاكم، والنصف الأخير مع سهرية سبورت وآخر أخبار الرياضة. مساء الخير أزاد، أنت كنت قدمت أخبار شنو باش يبدأ عنا في سهرية سبورت اليوم؟ أكيد طبعا. مساء الخير سونيا، مساء الخير مشاهدينا. أكيد احنا تكلمنا مع عبير بكري على أهم ما حيجيب سهرية سبورت، وذلك نبدو مباشرة مع سؤال الحلقة سونيا، واللي اخترنا اليوم سؤال نشارككم به مشاهدينا، وهو يقول من هو أفضل لاعب ليبي محترف في الوقت الحالي؟ أكيد عندنا 8 لاعبين ليبيين محترفين، نستنوا في إجاباتكم على البوست الخاص على فيسبوك بسؤال سهرية سبورت. نستنوا طبعا تفاعلكم كالعادة مشاهدينا الكرام مع سؤال سهرية سبورت، من هو أفضل لاعب ليبي محترف بالنسبة لكم في الوقت الحالي؟ ومباشرة نمشي مع أول أخبارنا والدوريات الرمضانية. أول زيارة اليوم في سهرية سبورت في درنا ودوري درنا، نشوف المتابعة ونعود إلى الأستوديو. قام دوري شهداء الأمن العام درنا بملعب النادي الأفريقي، وقسمت الفرق إلى 6 فرق: البحث الجنائي، الشرطة القضائية، مركز كرسة، المكافحة، الديوان، مركز شرطة الساحل. وقيمت أول مباراة بتاريخ 10 رمضان بين فريق البحث الجنائي والشرطة القضائية، وقد تفوق الشرطة القضائية بـ 12 مقابل هدفين. إذن هذا كان جزء من دوري شهداء الأمن العام في درنا. أكثر حاجة نفرح بها في درنا هي عودة الحياة لهذه المدينة، مدينة الثقافة والفن والرياضة. أكيد هذه المدينة قدمت العديد من المواهب خاصة في كرة القدم، لكرة القدم المحلية. شفنا العديد من اللاعبين من درنا مثلوا المنتخب الوطني في عدة أجيال. نمشي مباشرة لبنغازي، وهذه المرة مش في كرة القدم، في الكرة الطائرة، وحيث أقيم دوري تنشيطي للكرة الطائرة، نتابعه جانب منا. البطولة التنظيمية الودية خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية الاتحاد الفرعي التنظيمي لاتحاد الفرعي كرة الطائرة بنغازي، بمشاركة في نادي الهلال بارك الله فيهم في صالة المرحوم سعد الأوجلي في نادي الهلال. طبعا البطولة تتكون من 6 فرق، كل فريق بيتكون من 5 لاعبين، 4 أساسية و1 على دكة البدلاء، أي الهجوم المنطقة الخلفية. البطولة برعاية شركة الريحان للعصائر الطبيعية والمواد الغذائية. احنا في بطولة بنغازي التنشيطية الأولى كرة طائرة، فات الأربع لاعبين في الملعب، تعتبر جديدة شوية، هي ماهيش قانونية بس
تعتبر ماشي في بطولة تنشيطية بالنسبة لبطولة رمضان. الحمد لله مستوى اليوم ثاني يوم في البطولة مستوى كويس. كل فرق لا نخبة من رياضيين مدينة مغازي بصفة خاصة. والحمد لله إن شاء الله نتمنى التوفيق للبطولة هذه والرياضة العامة بصفة الكرة الليبية بصفة خاصة. إذن دوري لكرة طائرة خرجنا شوية من روتين كرة القدم، ولو أنه فما ناس ما تقلقش أبدا من كرة القدم، لكن دوري على سبيل التغيير في بنغازي دوري لكرة طائرة، لكن في بنغازي أيضا فمش كان دوري الخماسيات أو كرة طائرة، فما دوريات شطرنج، فما كرة مضرب ربما ما خذتش حظها إعلاميا برشا، لكن متعددة هي النشاطات في بنغازي. الدورة هذه معدة ثلاثة مباريات أو ثلاثة أيام مباريات في الأسبوع، ستة فرق، يعني أزاد ناشطين لجنة المنظمة وعاملين مجهود كبير. أكيد طبعا بنغازي مش غريب عليها، يعني النشاطات هدية، مدينة غزيرة بالعطاء، يعني شفنا في كل مكان في بنغازي في روح، في رياضة، في حياة، يعني سواء رياضة عقلية زي رياضة الذكاء زي الشطرنج أو كرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم. بنغازي يعني نتكلم على بنغازي، يعني أكيد متنوع النشاطات في بنغازي. نمشي للفقرة اللي بعدها أزاد مع دوري الروضان، أو نبدأ بأخبار رياضة. زي ما قال سونيا نبدو من الروضان، واكيد اليوم لاعبنا الدولي رياض عثمان لاعب فريق الاتحاد او رياض البلوزه زي ما هو مشهور، شارك في المباراه الاستعراضيه ضد اصدقاء توتي. هنا نص الخبر، النص الثاني ان فجاه البلوزه اصبح حديث السوشيال ميديا الليبيه، واكيد بالبومشي متاع توتي او الدحيه ولا العظمه بالتونسي سونيا. لذلك خلونا نستقبله معنا من الكويت اكيد لاعب فريق الاتحاد رياض عثمان البلوزه، ونقول مساء الخير رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. رياض، اول حاجه احكي لنا كيف كانت الاجواء في مباراه ضم العديد من النجوم ومن بينهم اكيد ملك روما فرانشيسكو توتي المايسترو. والله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء نحب نشكر قناه 218 على الاستضافه الطيبه. نعم كانت اجواء رائعه الحق، والحمد لله لي الشرف اني انا لعبت مع نجوم العالم، وهذا شرف كبير لي. نحب نشكر الجماهير الليبيه بالعام وبالاخص نادي الاتحاد. رياض كيف جاتك الجراه تعمل الحركه هذيك المايسترو توتي نجم الكره الايطاليه وروما؟ والله هل فكرت فيها ولا جت عفويه؟ لا والله ما شيء متوقع هو بامانه. شيء متوقع ناويه. ناويه. رياض قول لي انت شن تشجع في ايطاليا، تو نعرف علاش درتها، شن فريق تشجع فيه في ايطاليا؟ هاي نشجع في اليوفي. نشجع في اليوفي. انتقام. رياض يعني مراحل عديدة مريت بيها من بداياتك في أكيد زيك زي أي لاعب هاوي في كرة الشوارع زي ما نشوفه توا في دوريات رمضان، من منطقة أكيد منطقة الحي الإسلامي اللي خرجت العديد من اللاعبين في كرة القدم الليبية، وصولا أنك أنت اليوم تمثل ليبيا في فريق يضم نجوم العالم أكيد اللي جانب نجم كرة القدم الليبية طارق التايب. كيف تختصر هذه السنوات؟ والله نعودك طارق التايب نجم الكره الليبيه ونجم الكره العربيه والافريقيه، وانا لي الشرف ان انا لعبت مع طارق التايب. كيفاش كانت رده فعلك لما لقيت نفسك حديث الفيسبوك والسوشيال ميديا والتويتر؟ يعني الليبيه بصراحه فخورين بيك برشا، حتى العالم العربي تخيل توتي يعني. والله معنوية الحق فرحان وشيء كبير هذا اللي تشوفي فيه،
وان شاء الله اقدم الاضافه لنادي الاتحاد. رياض سؤال اخير سونيا رياض، هل فريق الاتحاد اليوم قادر يتجاوز هوليدي انه يتاهل للدور الثاني في بطوله الروضان؟ والله باذن الله احنا مصرين على عزم ان احنا نترشحوا للادوار المقبله، وبعزيمة الرجال، واحنا مستعدين للمباراه القادمه وباذن الله ترشح للفوز. اكيد كل التوفيق لك نجم السوشيال ميديا الليبيه اليوم رياض البلوزه، شكرا جدا لتواجدك معنا من الكويت. سونيا، يعني فجاه بجديات بعد المباراه، يعني انا مترشح على المباراه الاستعراضيه اليوم، لكن فتحت الفيسبوك لقيت الناس كلهم بلوزه بومشي توتي وسمحنا يا توتي. قال واحد، هذا اكثر تعليق يعني ضحكني، قال سمحنا يا توتي احنا معنا شيء كساد لذلك حتى البومشي نحسبه فيه، فاكيد نوجه له تحيه. وطبعا توتي يعني نجم الكره الايطاليه كان مشارك في، خلينا نقول طارق الطيب. طارق الطيب هو صحيح نجم كره ليبيه لكن هو نجم كره العربيه. انا نعتقد طارق الطيب لو كان في عصرنا توا كان يمكن من طراز محمد صلاح، او يعني هو لعب في تونس وانت تعرف لعب في انديه تونسيه، احنا توازه والنادي الافريقي نعرفه مليح مليح قدرات طارق الطيب. وايضا فما اوكوشا ايام نيجيريا، الزمن الجميل العريق نيجيريا، وقت اللي كانت نيجيريا غول يهابه كل افريقيا. فالنجوم اللي لعب معاها رياض اليوم سوف ربما تخلي عنده بصمه في حياته الكل. احنا ماناش باش نبعدوا بعيد ازاد، ما زلنا في ايطاليا نحكيوا على توتي، نحكيوا على تتويج لاتسيو بكاسها السابعه. اكيد نتكلموا على تتويج كوبا دي ايطاليا. الغريب ان اليوفي مختفي عن المباراه النهائيه في هذه النسخه، أكيد مباراة حسمها لاتسيو بهدفين دون رد على حساب أتلانتا. أتلانتا الفريق اللي أعتقد مفاجأة هذه السنة في إيطاليا، حتى في الدوري قاعد ينافس على مقعد مؤهل لدوري الأبطال. يعني ربما مباراة اليوفي هي اللي حتكون المركز الرابع لأتلانتا. طبعا لو قدر يتجاوز اليوفي حيحافظ على المركز الرابع، وبالتالي حتندثر اكيد امال ميلان بالتاهل لدوري الابطال. ميلان ثلاث نقاط بينه وبين اتلانتا. أكيد المهمه صعبه لاتلانتا، لكن لاتسيو عرف كيف يتوج باللقب. اعتقد ان هذه السنه هي سنه زميلنا محمد الحجاج، لان اول ما شجع فيهم الكل شفتي لاتسيو. انا ديما نقولها غريبه، غريب الانديه اللي شجع فيها. يعني لما كان يشجع في ليفربول ما كانش ليفربول عنده الصيت والهيبه. صح. اوكي، ولما يقول لي يشجع في لاتسيو، يعني ايطاليا فصها يوفي وانتر وميلان، انت جاي تقول لي لاتسيو؟ مستغرب. وبعدين اليوم ازاد نحكيه على مباراه النهائي، يعني فما معلومات اكيد شهدوها الناس المتابعين للدوري الايطالي والكاس الايطالي، انه سيموني انزاجي اللي هو اخ للاعب الشهير فيليبو انزاجي، اليوم ازاد هدفين في الوقت القاتل، يعني 8 دقائق قبل نهايه المباراه. الهدف الاول من الصربي ميلونوفيتش اللي هو عمره 24 سنه، والهدف الثاني ايضا من لاعب عمره 24 سنه، هو جنسيته ارجنتيني مش عارفه. صح. ايطالي او ارجنتيني، في 6 دقائق او 4 دقائق بعد انتهاء الوقت البديل. هذا هو الوقت القاتل اللي تكلمت عليه. الوقت القاتل بصراحه اليوم مباراه دراماتيكيه بكل امس طبعا مباراه دراماتيكيه يعني بكل المواصفات. اوكي، بس نبي نقول ان لاتسيو بهذا التتويج سونيا زي ما ذكرتي هو الكاس السابع للاتسيو، يعادل به رقم انتر ميلان في المركز الثالث كاكثر الانديه تتويجا بالكوبا دي ايطاليا، وراء كل من اليوفي ب 13 لقب وروما بتسع القاب. نقروا شويه في السوشيال ميديا قبل ما نمشوا الفيس للفاصل. ابو بكر عيسى قال طارق الطيب، مشاهدينا يعني يا ريت نحكوا على المحترفين الحاليين في الوقت الحالي. ابو بكر عيسى قال مفتاح طقطق، يعني طقطق مازال ما احترفش، اكيد نتمنى نشوفه طقطق يعني لاعب محترف. هذا في البيت طقطق، وهو اصلا يعني على ابواب الاحتراف، خاصه عقده ينتهي مع الاهلي طرابلس في شهر يوليو المقبل. رامي ابراهيم قال سند الورفلي اكيد لانه ظهر بمستوى طيب، نتمنى ليه التوفيق. محمد السقعة قال حمدو الهوني. جمال نوبة قال أحمد بن علي أولا وبعدين سند الورفلي. شن عندك سمي؟ عندي علي أحمد جبر قال حمدو المصري، يعني يقصد حمدو الهوني لاعب الترجي الرياضي التونسي. آمنة أمونة قالت صحة فطوركم يعيشك يا آمنة. أحمد بن علي ومحمد الطبال أكيد. محمد دهية قال بعد صحة سحوركم اللاعب علي سلامة.
نور الدين سلامة إن شاء الله نشوفه محترف يعني. إن شاء الله مازال هو محترفش. نور الدين بوشيحة قال أحمد بن علي، وميدة المقصبي قالت خالد مجدي، مفتاح طقطق ومعتز المهدي. إن شاء الله نشوفهم محترفين طبعا. ثلاثة نشوفهم محترفين. معتز المهدي كانت عندها تجربة احترافية لكن اليوم نلقاوها في ليبيا مازال مش معنصر. فما زوبا زوبا قالت مؤيد اللافي، فما تهاني برشا مشاركات من الجنس اللطيف. شكرا متابعات لي. جميل هذا السؤال، احلى من سؤال سبورت طبعا. جميل السؤال هذا، الناس الكل تشارك فيه. وبعدين سهريه سبورت البارح واليوم نسائي بامتياز، فساندونا معناها الجنس اللطيف وشاركوا معنا اليوم. صح فطوركم. سلمى الغزلي قالت مؤيد اللافي، صح فطورك انت زاده يا سلمى. عنود الورفلي قالت مؤيد اللافي، وربي يحفظكم شباب يعيشك يا عنود. مؤيد عنده شعبيه كويسه. حنكملوا نقروا التعليقات. ومن هو افضل لاعب محترف في الوقت الحالي؟ فاصل قصير وراجعين. رجعنا لكم من جديد سهرية سبورت، والبارت الثاني والفقرة الثانية من سهرية سبورت باش نعطيكم اخبار ربما فما ناس شكون في بالهم بيه ما في بالهمش بيه، لكن باش تتفاجئوا. نتصور عندك علم. يبدو أن الحظ السيء يلازم يورغن كلوب حتى في النهائيات، حتى في سؤال المليون أخسر يورغن كلوب. سونيا هي أنه شارك في من سيربح المليون ديجا يعني مفاجأة بصراحة، لكن اللي يرجع لتاريخ يورغن كلوب أزاد يعرف اللي هي ماهيش مفاجأة، أنه هو قاعد يثابر ويحب يوصل المراتب عليا. يورغن كلوب كما يعرفوا برشا من المشاهدين الكرام متابعي كرة القدم، انه فترة معناها وقت اللي كان لاعب 15 سنة قضاها مع أندية في الدرجة الثانية أزاد، وأول 5 سنين بداها هجوم، بعديك بدل ولا مدافع. بعد 2001 اعتزل كرة القدم ومشى درس إدارة، حب يبعد على كرة القدم، لكن نادي ماينتس الألماني عيط له خاطر هو هبط للدرجة الثانية وحب يستعين به باش يطلعوا للدرجة الأولى. يقعد معها أكبر فترة مدرب يقعد في تاريخ نادي من 2001 إلى 2008 وقت خرج، لكن رجعهم للبوندسليغا، رجعهم للدوري. يعني هو إنسان مثابر ويعني من أوله. في 95 لما شارك في المسابقة معناتها هو كان مازال لعب كرة قدم وقتها. بس هذه المفارقة هنا إنه هو يعني يخسر 5 نهائيات ولا 7 نهائيات، منهم 3 نهائيات أوروبية وهو توع في نهائي رابع. نتمنى أنه هو يكسر النحس هذه المرة ويتوج على كيد على خاطر عشاق ليفربول اللي استحشوا منصات التتويج من جديد سونيا. لكن أنا بس بنقول كلمة عن النهائي قبل ما نمشي الفقرة الثانية. أنا خايفة جدا من توتنهام، الهدوء الغريب اللي قسبق العاصفة. ما فيش حد مرشح توتنهام على أنه هو ممكن يكون بطل أوروبا، لكن اعتقد ان بوكيتينيو ربما سيحدث المفاجاه. وربما بوكيتينيو مش مستغرب من انه هذا الصمت الاعلامي تجاهه، انه حتى حد مش مرشحه، لانه اصلا ما حدش مرشحه يوصل للنهائي. هو نعجبني ووصل الى النهائي قبل مباراه اياكس الاياب، قال ان انا في كل الحالات مروح لبيتي يعني. صح صح. اوكي نمشي للفقره الاخيره، قصه نجاح. قصة نجاح اليوم مشاهدينا الكرام، مانيش باش نبعدوا بعيد، قصة نجاح هي من قلب ليبيا، من ابن من ابناء ليبيا، في رياضة يبدع فيها الليبيين
عامة يعني رياضة كمال الأجسام. ليبيا معروفة فيها تتوج في منصات العربية والدولية. محمد القرقني اللي هو لاعب كبير أزاد في كمال الأجسام، هي كمال الأجسام هو كمال يعني الاسم على مسمى كمال القرقني. كمال القرقني اليوم بنتكلم على قصة نجاح لاعب ليبي بدأ يشق مشواره أو شق مشواره بروحه، سافر تغرب تعذب لكن كان عنده طموح وعنده هدف وهو الوصول إلى مستر أولمبيا من زمان، وكمال يفكر في مستر أولمبيا ويفكر في رفع علم ليبيا لمستر أولمبيا. واجهاته عدة مصاعب عدة مشاكل، هذه الرياضة تكلف الكثير من المال، يعني حتى نوع الأكل اللي يتغدوا به اللاعبين الرياضيين هو مش رخيص وعنده تكلفة عالية سونيا. رغم هيك كمال مشى وعاش في بريطانيا، أسرته دعماته بشكل كبير، حتى كمال دائما يشارك في صور لمتابعينه مع أسرته. وصل أنه هو مفروض يترشح لمستر أولمبيا، حارب الاتحاد الأفريقي لرياضة كمال الأجسام وقعدوا يحاربوا فيه وحرموه من مستر أولمبيا. اضطر أنه هو يشارك في أرنولد كلاسيك باش يقدر يوصل لمستر أولمبيا، توج بذهبية أرنولد كلاسيك وشارك في أرنولد كلاسيك، هذه اللي تؤهل أوتوماتيكيا بدون مساعدة الاتحاد الأفريقي لمستر أولمبيا. تأهل كمال لمستر أولمبيا ولعبه هو مصاب ويعاني من إصابة وخذيه البرونزية، يعني ثالث واحد في العالم في كمال الأجسام. كمال اليوم يعني شفنا دموعه بعد تتويجه بالبرونزية وحقق حلمه اللي بناه سنين طويلة وقدر يوصل يرفع علم ليبيا في منصة التتويج. اليوم كمال حيكون عنده مشاركة ثانية هذه السنة أيضا في مستر أولمبيا في أمريكا، نتمنى لي الذهبية. أكيد فخورين جدا بالبطل الليبي العالمي كمال القرقني. طبعا فخورين بكمال القرقني، ورسالة ربما من المنبر هذا أنه نهتم بالرياضات الفردية أزاد اللي هي قاعدة تجيب في الميداليات أكثر من الرياضات الجماعية، وكل لاعب يأخذ على عاتقه ويصرف يعني من حسابه الخاص باش يشرف أي، حتى في تونس على فكرة قوسين نفتحوا انه الرياضات الفرديه هي اللي تجيب ميداليات لك، فمش دليل ملولي والانجازات اللي ملولي صرف على نفسه وبعدين صارت الدوله تصرف عليه بعد ما ولا بطل اولمبيا. طبعا نمشيوا ازاد للسوشيال ميديا وسؤال الحلقه اللي على الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك، وتذكير انه سهريه سبورت مباشره على فيسبوك، اللي مش يتفرج عليها على التلفزه يقدر يتفرج عليها على فيسبوك. في مرحب قال محمد منير، محمد المنير اكيد لاعب، وعلي احمد جبري حمدو المصري. لحظه يظهر لي انا، يظهر لي تقرا انت نقرا انا اوكي. علي الاوجلي قال صح فطوركم من راي سند الورفلي. عبدو معيوف قال احمد بن علي. نور الدين بوشيحه احمد بن علي. ثامر اعتقد ان الشباب جايين عندي كلهم الكومنتس انت البنات. ثامر الهوني قال حمدو الهوني. وفي زويق الخاطري نمشي السعودية إن شاء الله ربي يوفقك. نورة عمر قالت أحمد المصلي، أكيد نورة تحياتنا ليك، لكن احنا نتمنى تشاركونا برأيكم من هو أفضل لاعب محترف ليبي في الوقت الحالي. رامي حمد قال أحمد بن علي. حسن صالح مؤيد اللهفي. عدلي بنواز قال حمد الهوني الترجي. فما محمد السقع اللي هو سوبر فان في الصفحة متاعنا وناشط ديما يتفاعل معنا قال حمد المصري. حميدة العامري قال بن علي، ومحمد اتش اس قال بن علي ايضا، او محمد منير. محمد بنوح الحاسي قال سند الورفلي. وردة في السماء قالت مؤيد اللافي. ومحمد الخطابي قال لا احد. محمد الخطاب ما يعجبه حتى حد، يذول بس من عندي واحد تعليق سنيا لانك انت تكلمت على مؤيد اللافي. في محمد فرج الحجازي قال مؤيد اللافي ابداع في اخر ثلاثة مباريات 5 اهداف. طبعا ذكروا انه هو سجل جول ايضا اليوم في مباراه فريق اتحاد العاصمه الجزائري امام شبيبه القبائل. اكيد نتمنى له التوفيق والتتويج بلقب الدوري الجزائري. نتمنى التوفيق لكل طبعا المحترفين. فما علي عبدو قال حمد الهوني، وتحيه خاصه ليك يا ازاد. شكراً لك. عبق الورد قال مؤيد اللافي. الأمل قالت أنيس صبو. أنيس فما شكون يعني معطى يعني أنيس صبو ولا أنيس صبو؟ يعني أنيس السلت ومعطس أنيس صبو الاثنين، أنيس وصبو والصبو يعني هي كتبة الاثنين. فما اسم أقرأ تعليقاتي وهي مش كاتبة اسمها. نور إبراهيم أقرأ تعليقي، هاني قريت تعليقك نور إبراهيم. صح سحورك، إن شاء الله رمضانك مبروك.
وعنا نجد للأطرش قال أحمد بن علي سند الورفلي فخر الكرة الليبية وعندك الحق اللي هما فخر الكرة الليبية كل المحترفين وحتى اللاعبين المحليين. أكيد هيك سونيا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من سهرية سبور، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. تواد وقت نقول لكم صحة سحوركم وتصبحوا على خير. صباح على خير. صباح على خير.